الجندوفلي القذاف، وهستعمل فيها سمك فيليه، مش هحط فيها جمبري. عايزه تحط فيها جمبري حطي، بس انا عشان ايه عايزه تبقى الميزانيه معقوله. هستعمل ربع كيلو كاليماري. الكاليماري بيتقطع حلقات، شايفين حلقات رفيعه ما تتخنيهاش. ربع كيلو جندوفلي، وهستعمل شريحه سمك فيليه، مكعبات كبيره، فلفل الوان شرايح، بصلايه شرايح، اربع فصوص ثوم، معلقتين صويا صوص، معلقتين عصير ليمون. هستعمل نص معلقه كمون ومعلقه اوريجانو، ربع كوبايه مشروم وده اختياري، معلقه بابريكا. من تاني، ربع كيلو كاليماري، ربع كيلو جندوفلي، شريحه سمك فيليه مكعبات، فلفل الوان شرايح، بصلايه شرايح، اربع فصوص ثوم، معلقتين صويا صوص، معلقتين عصير ليمون، شريحه سمك فيليه مكعبات، نص معلقه كمون، معلقه اوريجانو، ربع كوبايه مشروم وده اختياري، ومعلقه بابريكا. اول حاجه هتكلم على تنظيف الاصداف والقوافع. دايما لما بنيجي ناكلها بنلاقي فيها رمل، طب انا هنضفها ازاي؟ علشان اشيل الرمل منها لازم تتنقع في ميه كده اهو، ميه تغطيها وفيها كبشه من الملح الخشن. هحطها حوالي 3 ساعات، بس هتحط في حته ضلمه او في الثلاجه، لو الجو حر هحطها بميتها في الثلاجه 3 ساعات. الحته ضلمه ما عنديش، هروح جايبه فوطه ومغطيها تماما. انا عايزه المكان يبقى ضلمه علشان اقدر الرمل كله ينزل. خلاص يبقى انا بغطيها مع الميه والملح الخشن، كبشه ملح خشن في الميه لمده 3 ساعات، وبعد كده اهو بفركها كويس جدا، بفركها كويس. الصدف المفتوح بستعمله، واللي بيفضل مقفول وخصوصا بعد ما يتشوح مش هستعمله. هاجي دلوقتي هعمل ايه؟ هحط شويه زيت في الوقت بتاعي او طاسه كبيره، وهروح حاطه القواقع دي. وهغطيها شويه. يبقى اول حاجه بحطها القواقع بتاعتي، سواء كلامس سواء جندوفلي، وبحطها وبغطيها تنزل الميه بتاعتها. هاجي السمك الفيليه هحطه في الطاسه بشويه زيت، بعد كده اهو هجيب ثوم بقلبها مع الثوم، وهزود عليها الكاليماري. بص هو نزلت ميتها ايه وابتدت ريحه الثوم تطلع، هروح حاطه الكاليماري. بسم الله الرحمن الرحيم. واقلبهم، هحطها على نار اعلى. ونحط دي هنا. النار عالية علشان ما تنزلش مية كتير. بحيث يستوي ما تنزلش مية كتير. بصوا الوان القواقع ابتدت تتغير، علشان كده انا غطيتها دقيقتين في الاول. هي بتاخدش سوى كتير، وبعدين هي لسه هتتقلب كمان مع الكاليماري ومع الخضار فهتستوي اكتر. السمك هنا نفس الحكاية. السمك بسويه لوحده، عشان انا لو قلبته التقليب بتاع القواقع والكاليماري ده هلاقيه بقى فتافيت هيتهري، فما ينفعش ان انا احطه معاهم، عشان كده بعمله لوحده. واخدين بالكم ان انا مش حاطه لسه اي تتبيله عليها خالص، مش حاطه اي حاجه عليها. عايزه اقولك حاجه كمان، الكاليماري لما بتسويه زياده عن اللزوم هيشد معاكي زي الاستك، فلازم تاخدي بالك من النقطه دي. واجي احط الفلفل، شرايح الفلفل الملون، وممكن لو انت عايزه تسرعي في طاسه ستانلس
نقلبهم فيها بسرعه. انا مش عايزه الفلفل يكون مستوي قوي ولا البصل، عايزاهم يكونوا ايه ماسكين نفسهم. بصوا بيتقلبوا كده اهو، مجرد ان الخضار تبتدي تطرى بس تفضل بنفس لونها، مش عايزه لونها يغير. الصويا صوص اللي انا هحطها معاها هتدي الكاليماري وهتدي الخضار لون، فمش لازم تبقى لونها بني او يبقى لونها يتحمر. اهي كده، وابتدي بقى ايه اجيب التوابل بتاعتها كلها. ادي الزعتر او الاوريجانو اللي انت عايزه تستعمليه، بابريكا، كمون، بعد كده انا عايزه اشوف السمك احواله ايه. السمك هكون حذره جدا معاه خصوصا الفيليه لانه بيتقطع بسهوله. ادي فاهيتا. اخر حاجه بقى بحطها صويا صوص والليمون. مدام رانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وانت طيبه حبيبه قلبي. وانت طيبه الحمد لله. حضرتك طيبه ورمضان كريم وعيد كريم عليك ان شاء الله. افندي حبيبه قلبي تاني بقول كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه. وانت طيبه يا قمر، ربنا يخليكي حبيبتي. ممكن مالك وبنت عايزه اتكلمك بس. اتفضلي. ازيك يا مدام عيد؟ ازيك يا قمر؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. عندك كام سنه؟ نعم نفسي ناكل كحك من ايه؟ من عينيا الاثنين. اه انت رانيا. رانيا مره فاتت التليفون ما فضليش. ايه؟ ماشي يا حبيبه قلبي من عينيا الاثنين، والله عامله حسابك. محمد عماد يا ريت التليفون يكون معاك. بصوا كده اهو، واروح منزله شويه من الميه، عايزه بس اسندها على السمك اللي هي فيها التتبيله. عشان يشرب بقى طعم التوابل والصوص اللي في الفاهيتا. مدام ابتسام. ايوه. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ ازيك انت؟ كل سنه وانت طيبه وبتاعتك طيبة. عنا كل خير. ميرسي يا حبيبه قلبي، تسلمي لي، عينيا ليكي. كنت عايزه اسالك معلش سؤال غريب شويه. انا كنت جبت كباب بكميه وفايد عندي كتير وحطيته في الفريزر. اه. فعايزه اطلعه واقدمه تاني بصوره ما يبانش يعني ان هو كان. اوكي هقول لك. زايد او كده. من عينيا. هقول لك من عينيا الاثنين. اوكي. كده اهو هبقى انا النهارده مش هعمل الفاهيتا في الاطباق بتاعت الفاهيتا، هعملها في صينيه حديد، اي صينيه حديد عندك علشان ايه نكون واقعيين كده وعمليين شويه، عشان مش كل الناس عندها اطباق الفاهيتا. هروح مقدمه الفاهيتا. لازم الطاسه تبقى سخنه زي ما بسخن بالظبط الصينيه الحديد الصغيره بتاعه الفاهيتا، وبعدين باجي بقى على السمك وبروح اسماه. وهحطه كده بينهم. السمك بالذات لازم اكون حذره معايا يا جماعه والا هيتفتفت
ولا طعم ولا شكله هيبقى حلو، فلازم اخد بالي. بحطه كده معاهم كاني انا كنت حطاه من الاول معاهم اهو كده اهو. واجي اخر حته كده اهو، وادي فاهيتا السي فود برزق بقدامها مع رز احمر. لو عندي رز بسمتي هحط رز بسمتي احمر جنبها، ممكن احط جنبها عيش تورتيلا وساور كريم، بس احنا قلنا عايزين وصفات بسيطه فهنكتفي النهارده بالرز الاحمر. دي فاهيتا سي فود، جربوها هتعجبكم جدا ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل، استنونا.